عرفنا بنفسك، كان في صاحب النوادي السياحه ومن مؤسسي جمعيه السياحه الثقافيه اللي هي مشاركه في الحفل هنا الدكتور زي حضرتك. عاوز اتعرف حضرتك ليه اصريت ان انت تاخد برنيطه الدكتور زي حواد؟ طبعا الدكتور زي حواد قيمه وقامه، قيمه كبيره، فطبعا كلنا اتعرفنا ان الواحد يحتفظ على اي حاجه مهمه. والحاجه الثانيه ان طبعا بنسمع الكوره كريمه ودي متوجهه لكسر سرطان الاطفال. طبعا اول حاجه ان الواحد يعملها في الكوره الكريمه انه يحاول يساعد الحوالين، يقف جنب اي حد محتاج دعم . والبرنيطه حضرتك هتحطها في المتحف عندك في البيت او عندي في المكتب، وهحطها في رواية الناس، لان طبعا يكفيني ان انا اشيل برنيطه في الدكتور ده. شكرا لحضرتك، شكرا.